الخميس 31 من أكتوبر لعام 2019، برج الحمل. مهنياً، تحاول جاهداً القيام بدورك ومساعدة زملائك في الحصول على ما يريدون. عاطفياً، قد تقع في حب شخص بعيد كل البعد عن تفكيرك هذه الفترة بسبب تصرفاته. برج الثور. مهنياً، سيطر على طريقة ردود أفعالك وبعد حياتك العملية عن الشخصية. عاطفياً، قد تقع في بعض المشاكل بسبب طريقة تعاملك مع شريك حياتك. برج الجوزاء. مهنياً، حاول البحث عن فرصة عمل جديدة التي تساعدك في الحصول على المال الزائد. عاطفياً، قد تواجه بعض الأزمات مع شريك حياتك التي تتطلب منك التعامل معها بهدوء. برج السرطان. مهنياً، شخصيتك القوية وتحملك للمسؤولية هي السبب في اعتماد مديرك عليك في كل الأمور. عاطفياً، تحاول دائماً فرض رأيك على شريكك وهذا يشعره بنوع من القهر، فانتبه لذلك. برج الأسد. مهنياً، عليك التركيز أكثر في عملك لتحقيق المكانة التي تحلم بها وتجنب الإحباط والمشاعر السلبية. عاطفياً، تغضب من أقل الأسباب من شريك حياتك وتحب أن تعيش دور الضحية وهذا هو سبب خلافاتك معه. برج العذراء. مهنياً، دائماً ما تضيع عليك الكثير من الفرص في عملك بسبب ترددك الدائم. عاطفياً، عليك الاهتمام بشريكك لأنه يشعر بنوع من الإهمال منك بسبب انشغالك عنه. برج الميزان. مهنياً، تعيش حالة من التفوق والتطور في عملك مما يساعدك في الحصول على ترقية خلال الفترة المقبلة. عاطفياً، تعيش حالة من الشد والجذب مع الحبيب نتيجة غيرتك الشديدة، لذلك تعامل بحكمة مع الأمر. برج العقرب. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة ميسة حمدان، والفنانة رودينا فهمي، والفنان محمد طلعت، والاقتصادي أحمد سيد النجار. مهنياً، تعيش حالة من الضغوط والتوتر في العمل ولكن بحكمتك تستطيع تجاوزها. عاطفياً، تحاول أن تكسب رضا شريك حياتك بكل الطرق لكن لا تتنازل عن كرامتك وأنت تحاول إرضائه. برج القوس. مهنياً، تحب عملك دائماً ولكن حاول أن تخلق حالة من الود مع زملائك. عاطفياً، أخبر شريك حياتك بما تكره ولكن بأسلوب لائق حتى تعيش حياة دون مشكلات. برج الجدي. مهنياً، أخبر مديرك في العمل بما يزعجك ولكن بأسلوب راق ولا تنفعل على أحد واكسب الآخرين. عاطفياً، إلقاء اللوم على شريك حياتك ليس الطريقة المثلى للحياة، لابد أن تتنازل قليلاً حتى يرجع الحب بينكما. برج الدلو. مهنياً، لا تكن عدوانياً في تعاملاتك مع زملاء العمل وفي ردود أفعالك معهم حتى لا ينفر منك الجميع. عاطفياً، شريكك يحرص على إرضائك فكن حريصاً على أن تبدي له مدى حبك وتقديرك لما يفعله لأجلك. برج الحوت. مهنياً، سوف تحصل على ترقية قريبة في العمل بسبب ما بذلته من مجهودات مستمرة خلال الفترة الماضية. عاطفياً، شريكك يشعر بالإحباط التام نتيجة لما يمر به من ضغوطات نفسية خلال الفترة الماضية، لذلك كن بجانبه ولا تتركه تحت أي ظرف.